اليوم اجتمعوا حضروا 20 من ضمن 22 22 غياب باعتدال. أنا صادقت عن النظام الداخلي والملفات اللي موجودة الملفات اللي يعطوني ملفات أنا في إحالة، ولكن في الملفات لما تسيب أنا المسؤول، لأن القرار الأخير هو الأمين العام. لجنة الانضباط تدرس الملف وتشوف الأخطاء اللي ارتكبها صاحب الملف وتقدم لي ليا، انا نختار ما هي اما البراءه ما، ولكن ما بكملش. لما عفوا لما اليوم اكتشفت مثلا ملف ما عنده اي اساس، وانا نرفض اقولها امام الشعب الجزائري، نرفض تسوية الحسابات. ما يكونوش شك فم الافلام فم الامن العام. اللي عنده يصفي حسابات مع اي مناضل يمشي الجهه اخرى، ماشي في الافلام الاخرى. اللي مجتمعوا ونهار 27 يفصلوا، قدموا دعوات للمناضلين هادو القياديين منهم في مراتهم قياديين، يعمل شيء اللي ممنوع في الحزب ويخلق لنا مشاكل في الحزب، هذا غير مقبول. النمط الآن هي تجريد كل ما أنجز منذ 99، هذه عندها لنا أهمية قصوى. بدأوا يجوا الأعمال نتاع الولايات، أعمال في أحسن ما يرام بكل صراحة. كي نجمع كل 48 تقرير نعمل حوصلة، ذاك الوقت نروح للجنة المركزية. الجنة المركزية مرتبطة مع هذا العمل، لأن ما نقدرش احنا في سنة 19 20 في نهاية العهدة كي نخلص هذا العمل هذا اللي راه ماشي. لحد الآن وصلنا 15 ولاية تقريبا في 48 ولاية، نقدم هذا نحضرها مع أعضاء المكتب السياسي واللجنة الوطنية ونمشي للجنة المركزية. في تعليم تاع الأمين العام وفي تصريحات تاع الأمين العام اللي هو المسؤول عن الحزب، باللي الآن احنا نعملوا من أجل برنامج رئيس الجمهورية. احنا في كنا 2017 قلتها كرتا في دبيت 2018، ولا مكان ل 2019، ممنوع على اي مناضل واي مسؤول يتكلم على 2019، لان الا تكلموا على 2019 وعلى العهده الخامسه يخلطوا الاوراق نتاع الجو التلوث السياسي، هذا ما نقبلوش. واحد اللي يعفس على هذه يفوت لجنه الانضباط، لان راه يلوثنا الجو في الحزب اولا، في الحزب ومع المواطنين ومع المناضلين. بون وي سي فري كون ا يو ان كا d'un Algérien qui est mort quand il était en Espagne après avoir arrivé en, pas en prison parce que c'est pas les, quand on arrive ce sont pas, ce sont des centres d'accueil, des centres d'accueil, mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de place dans des centres d'accueil, il y a un groupe d'Algériens qui ont été mis dans un bâtiment qui était prévu comme future prison, mais c'était pas une prison. Il a été déclaré par un juge approprié pour recevoir ces personnes. C'est vrai qu'on a eu un incident et on a essayé de le régler d'une façon la plus humanitaire, la plus rapide possible, puisqu'on comprend que c'est un cas triste. Et